Yes, ladies and gentlemen, two more fights to go. We got two more for this fight night in Dubai. And now it's time for the co-main event of the welterweights. Ladies and gentlemen, introducing first in fight number 9, representing Thailand, from the blue corner, please welcome Thananchai. Och kapten Hammar. Vi ser när i vänt att jag har jag. Jack. Thananchai. Thailandi, 18 سنة, 66 كيلوغرام. Thananchai! 81 سنتي. لعب 87 نزال كان منهم 75 فوز و10 خسارة. Please welcome Mr. Jack Kennedy. تعادل الآن جاك كينيدي 28 عام 74 كيلوغرام متر و82 سنتي 33 نزال 28 فوز 4 خسارة 1 تعادل وهذا في البطولة الأولى كان على لاعب تايلاندي كان موجود الآن كادو مافي لازم نجيب لاعب تايلاندي آخر يستطيع أن يوقف عنا عنا عن خلاص الفوز لازم مافي راح يكون نزال ليش مستانس كابتن نزال قوي نعم صراحه اثنين ستايلهم حلو اللاعب جاك بعرف شهر لاعب ليش يعني مش سهل صراحه جاك من التاتو اللي حاطه اللي هو من اظن يمكن عاش بتايلاند هو اصلا معسكرات تدريبيه كثيرا في تايلاند هذا اللي اظن على يساري اهل جاك متواجدين اهل جاك كينيدي هو بيقول لي انه انا ابنه انا ابوه سري اب وام جاك كينيدي متواجدين الان هنا لدعم ابنهم فلدة كبدهم وهذه الطقوس المويتاي نعم طقوس المويتاي استعدادات الاخيره لبدء النزال الكومين ايفنت هذه الليله دبي فايت نايت لمن الغلبة بدأ النزال الريتش تبع اللاعب التايلندي من الليكس حتى الذراع يعني طلع طويل كان شاي شوف مسكه ممسك رجل اللاعب اوقف ليش اوقفه طب كابتن اوقف المسك لانه كان هجوم اللاعب التايلندي يعني انت شفت في تتابع كان في اللكم من اليد اليمنى فالتايلندي التايلندي واثق من نفسه صراحه خلاص هم جابوا له يمكن اختاروا له لاعب لاعب جاك كينيدي انه لاعب يفوز عليه لا لاعب ليش في السهل انت شايف حلوه دي جميله يعني كان قاعد يضرب جاب او كروس سهله كانت طلعها اللاعب التايلندي تانشاي يعني اللاعب تانشاي يعني طلع واثق من نفسه هادئ يعني يحاول يستخدم ستايل مويتاي بيور مويتاي يعني طلع حتى في تحركاته جاك هل لجاك راي اخر يستطيع ان يتغلب في البطوله الثانيه فايت نايت على لاعب تايلندي اخر طب شو على جاك الان في هذه المسكه كابتن؟ يعني زي ما حكيت لك الريتش تبع تانشاي شوي طويل يعني حتى في حاله المسك تلاقي الذراع تصل لك اطرافه طويله اللاعب تانشاي اتوقع يعني اللاعب جاركي لازم يعني ما عند المسك ما يضل ثابت ياخذ انسحاب خطوه للخلف ومن ثم يعني يخرج القدم مع هجوم ما يظل ماسك يعني طب شو الهجوم اللي قال لازم يسويه اللاعب لو لاعب جاك كينيدي الهجوم يعني لازم يمسك الكيك عند مسك الكيك ما يظل ماسكها ياخذ خطوه للخلف بسحب الكيك للخلف ومن ثم اخراجها او يتصرف معها بهجوم يعني بخبره اللاعب يعني في كثير بنسميها الكاونتر اتاك بس تعرض لاصابه شوفوا يعني من الالبو الالبو مره لبس اياها اللاعب تانشاي للاعب جاك كينيدي واثرت فيه يعني تانشاي يعني مركز على الالبو او الالبو الشمال شاف نفسه انه اثرت في اللاعب جاك كينيدي فكان خلاص اللي تغلبه لعبه يعني والله اتوقع كابتن عمار يعني رغم هدوء الفايت يعني لكن في شراسه طلع في ضربات فعاله شوف انت يعني كان
بضرب النية كانوا وياك يعني فرونت كيك النية اللي بطلعها اللاعب تانشاي. صراحة مميز اللاعب تانشاي يعني أتوقع يعني بيتصرف. أنا هدوء اللاعب التايلندي عجبني كده يعني ذكي هادي عارف كيف يتصرف عارف كيف يتعامل مع الجولة مع الفوز يعني واضحة واضحة الجولة الأولى كابتن عمار. الآن جولة المدربين نشوف شو ماذا يستطيع مدرب جاك كينيدي أن يغير في جاك يعني الجولة الثانية. اللاعب تانشاي كابتن عمار لاعب يعني باع طويل في المونتاي 87 فايت اللي يعني نحكي اللي هم معترف فيهم على المستوى الاحترافي لكن النزالات تعرف في تايلاند في نزالات لا تحسب يومية يعني تانشاي يعني صراحة لاعب الجولة الثانية راح تشوف أتوقع راح تنتهي المباراة يعني بضربة فنية قاضية أو بسبب شوف نعم هذا بسبب دخول خطوة مع هجوم في القدم اليسرى حسب الجارد اللي متميز فيها اللاعب. الجولة الثانية الآن تبدأ بعد ثواني توجيهات المدرب تانشاي يقول له عندك دخول يعني شفته بلمح لإلبو يمين لأنه شاف الإلبو أتى أكله مع اللاعب جاك كينيدي. شوف المرونة شوف وين رافع على فوق الرأس تقريبا الأرجل. الجولة الثانية الآن جاك بالله الجولة الأولى حسيتها سريعة أنا كنت والله اليوم جولات سريعة صراحة ثلاث دقائق تحس أنك يعني أكثر المباريات كانت ثلاث دقائق دقيقة واحدة فقط. البونج ني تاعته مميز إلى اللاعب تانشاي. شو البونج ني؟ يعني اللي هي برفع القدم من ثم يعني بيصير فيها زي بوش زي فرونت كيك جميلة وما مخليه اللاعب جاك كينيدي إنه يقرب عليه يعني دائما مخليه بعيد عنه. شوف يعني وجهه كأنه ما التمس اللاعب تانشاي. نعم يعني اتوقع ماشي على توجيهات المدرب تاعه تانشاي باستخدام المسافه او يقصر المسافه على اللاعب جاك. تانشاي الان في الجوله الثانيه وجاك كينيدي لمن تكون الغلبه في هذه الجوله وما زال تانشاي مستخدم شو اسمه الني بونج ني هو يتميز بالبونج ني والفرونت ني يعني سلام كان يوقفها وفرونت كيك مؤثرة طبعا كابتن عمار هاي مش سهلة تخيل النية على الليفر يعني كان بانش. نعم ما زالت دقيقة و45 ثانية تفصلنا عن نهاية هذه الجولة الثانية. نعم ما زالت السيطرة لتانشاي. نعم هذا الاسقاط تسموه ادفانتج. نعم اللاعب جاء اتوقع يعني مش عارف كيف يتصرف مع تانشاي. لازم المدرب الان يتدخل يعني انت شايف اتوقع يعني اللاعب جاء ما لازم يتصادم معاه من الامام يعني لانه طلع تانشاي قاعد بوقف هجومه او دخوله بالني او في الالبوز حاول يستخدم الاطراف ما مخليه يوصل مستقيم. صحيح نعم. لازم يتحرك اكثر يمكن يعني شمال يمين الاطراف. نعم لازم يتحرك الاطراف. نعم شوف ما مخليه ابدا يوصل للوجه يعني ما شفنا حتى ما استخدم اللو كيك جارك ما استخدم يعني بده يحاول بس يدخل على الالتحام خليه بعيد ما عشان اطرافه طويله. نعم. يستطيع من بعيد ان يعني يضرب ان يصيبه بالالبو فعل اكثر من مره وبالني. شوف ما الحكم الان يوقف اللاعبين 30 ثانيه عن نهايه الجوله الثانيه. ما في فعاليات حتى ان الجاب والكروس تبعت لجاك كينيدي بدون فعاليه. نعم بوقفها قاعد تنشب. لا حتى اللي طلع بوقفها ليس فقط في الهجوم في شيء اسمه الـ المسافه اللي بياخذها في الذراع حتى لو كان ما هناك في لكم
لكن بسميها البونج ستوب يعني البوش تاعت اللاعب بايد يطلع اللاعب التايلندي بتميز فيها حتى ان الالبو لجاك كينيدي لم يوصل الالبو ولا مره حاول يوصل المرة يوصل لنص الطريق ويعود نعم الان الجوله الختاميه الحاسمه بين جاك كينيدي وتاننشاي يعني جولتين واضحات كابتن عمار لتاننشاي يعني بدنا نحكي ليس فقط على السيطره وكمان بالتنقيط بالهجوم فعاليه الهجوم شوف هذا تميز فيها نعم تميز فيها اللاعب بس حلو يخلصها تاننشاي انها بقاضيه يعني اجمل ما تكون تنتهي نعم. بقرار الحكام ولو كان بالاجماع نعم صحيح يعني يعني اتوقعت نشوف الجوله الثالثه ممكن يتصرف معها او اتوقع يعني اللاعب تاننشاي بده يفرج الجمهور ستايل مويتاي بده يبهر الناس بستايل مويتاي طلع حتى التوجيهات المدرب يعني بقول له ركز على الالبو ركز على الالبو انا شايفه امامي شاف ان الالبو فيه فعاليه نعم. واثر على ف All right, ladies and gentlemen, now we are going to the third and final round. Round number three. روح رياضي بين اللاعبين. ما زال شوف اطراف جاك تاننشاي طويله الاطراف عنده تاننشاي. نعم تحس انه عنده ايد نص يعني مش ايد واحده تاننشاي حتى رجله يمكن مهدينا وصغير خلاص يعني عارفين الاكثر التايلانديين لعبوا مويتاي نعم صحيح كان يمكن مدينه بحبل اليمين من الراس الى اليدين اطرافها جدا طويله على طوله يعني هم نص الطول تقريبا ولكن الاطراف تاننشاي شوف بكل سهوله نعم مرتاح الجاب بكل سهوله تصل الى وجه اللاعب جاك كينيدي ممنوع الحكم يوقف اللاعبين نعم. سمعت ايضا انه بطولة اسيا راح يكون هناك طبل هذه الموسيقى تسجيل بطولة اسيا راح يكون هناك نعم. يعني فرقة لايف, لايف موسيقى تايلندية نعم. على حسب لان اللي فهمناه انه الطبلة ضرب الطبلة يكون على قوة الضربة نعم صحيح الجمهور يتفاعل مع الضربة صحيح. او الطبله لان خلاص اللي يطبل فاهم يعني يمكن يكون لاعب مويتاي اصلا نعم هذا كمان في تايلاند لما تزورها تشوف البطولات دائما تكون الموسيقى هاي لايف ما يركبوا يعني تلاقي تسجيل نعم في ما في بطوله اسس يكون مباشر ايضا نعم من الصاله نعم متشوقين لها بطوله اسيا شهر 10 راح تكون نعم متشوقين لها هناك قبل ذلك بطولات كثيره اتمنى التوفيق لمنتخب الامارات الوطني للمويتاي والكيك بوكسينج بالتوفيق الان يستعد منتخب الامارات للمشاركه في بطوله استراليا نتمنى لهم التوفيق وانهم يحققوا انجازات دائما رافعين الراس منتخب الامارات جميله ودنا البنجني لسه شغال طلع يعني تتشاي دائما يعني مرتاح الاصابه الجاب ايزي يوصل بكل سهوله مرتاح مرتاح ولا يعني كانه وجهه ما التمس ابدا من اللاعب جاك كينيدي والله جابوا له واحد جاك كينيدي التايلانديين يعني رد الثار ما ابدا ابدا لا يصل جاك يعني تحس حتى انت شايف كابتن يعني 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 ما استهلك مجهود لا لا ابدا تسلى يا تسلى جاك يعني شوف جاك وجهه تعرض لاصابات بليغه انفعال الوالدين بجانبنا يعني الكابتن طبعا صعب ان نشوف ابنهم يلعب نعم. فدائما يتمنون الفوز الى ابنهم كحال اي اب وام نعم وندعو من 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 هذه المنصه جميع الاباء ان يودوا اولادهم الى رياضه المويتاي رياضه فيها عنف قليل ولكن عنف مقنن اصابات طفيفه ايضا تنمي قدرات الطفل او الفتاه تنتهي المباراه زي ما نوهت كابتن عمار انه رياضه المويتاي الان يعني وسائل السلامه وعوامل السلامه العامه للاعب المويتاي كثير ارتفعت يعني حتى ما تحس فيها اصابات مقننه يعني هناك قوانين كثيره تبني الثقه بالنفس نعم صحيح. تساعد على يعني وقت الفراغ اهدار وقت الفراغ نعم على سقف شخصيه اللاعب نعم. الاحترام
ايضا احترام الحلبة، احترام المدرب، احترام زملاء التدريب. والان سعادة عبد الله النيادي سوف يذهب الى تسليم الجائزة الى الفائز رئيس اتحاد الامارات العربية المتحدة للمويتاي، والجائزة هي حزام البطولة الذي سوف ترونه قريبا انه امامي. كل الشكر والتقدير لسعادة رئيس اتحاد الامارات للمويتاي عبد الله النيادي على الجهود المباركة الذي وعلى هذه الرؤية كابتن جبريل، ايضا الرؤية الثاقبة اللي هم يعني موجودة عندهم، كيف نقلوا الرياضة بفترة زمنية بسيطة إلى مصاف رياضات يعني لها عمر طويل في دولة الإمارات. أنا قلت وما زلت أقول يعني خلال الفترة القادمة راح نجد الإمارات عاصمة الفنون القتالية، عاصمة تايلاند. Judge number 2730, the winner on points from the blue corner. ثانانشاي كما توقعنا، مبروك ثانانشاي، ويا جاك جابوا لك اللي يعني رد سمعتهم للتايلانديين. طبعا بما انهم التايلانديين هم المؤسسين فما يبغوا اي لاعب من الدولة الثانية يأثر، وايضا اوروبا الان تفوقت كثيرا على تايلاند، لان يعني في اوروبيين ابطال متواجدين بتايلاند. بس بتعرف كابتن عمار، حتى تايلاند بلشت تستفيد من الستايل الاوروبي. يعني كيف زمان كان الستايل التايلندي يتجاهل عملية تطوير البنش او البوكس، يتجاهل عملية تطوير الالتحام بالبوكس. الان عم بتشوف يعني كثير، حتى لما تروح على معسكرات تدريبيه داخل تايلاند صرت تشوف في هناك يعني حتى المدربين الامريكيين المدربين الهولنديين قاعدين بيطوروا اللاعبين التايلنديين لتطوير اللكم عندهم. فصارت الرؤيه او الفيجن عند التايلنديين لا يستفيدوا من هذا العنصر او هذا العامل لكل مقاتل، يعني حلو يكون مقاتل متميز بالالبو بالني بالركل، لكن سلاح معين احيانا ينقصك ممكن ياثر عليك كمقاتل، وفي نفس الوقت يمكن يكون لك في نزال من النزالات نقطه قوه لتكسب هذا النزال. صحيح، دائما تستفيد هي الام، ولكن دول اخرى كاوروبا او اسيا او افريقيا او امريكا هناك مميزات تميز.